مساء الخير على حضراتكم جميعا. أمسية جديدة من أمسيات جروب آثار وحضارة مصرية على طوال شهر يوليو وبقية المحاضرات في شهر أغسطس. وصلنا موضوع ندوة الثورات المصرية في العصور. ابتدينا الثورات مع الأستاذ الدكتور أحمد غباشي في التاريخ الحديث، وتدرجنا للعصور الوسطى مع 3 محاضرين، وحضرنا في الندوة الفترة الأخيرة مع الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني تاريخ برضو مصر الحديث. كل منهما تناول موضوع مختلف، وعرجنا على تأثير الثورات المصرية في العصور الإسلامية. واليوم بدأنا بمحاضرة عن الثورات في نهاية الدولة الحديثة وبداية عصر الانتقال الثالث في مصر القديمة. النهاردة الأستاذ الدكتور عبد الحميد سعد الدين مشرفنا. أهلا بحضرتك أستاذنا، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة، قسم الآثار كلية الآداب جامعة طنطا، محاضرا الليلة بعنوان ملاحظات على الثورة الاجتماعية الأولى في مصر القديمة. وأعتقد أن الندوة دي أو اللقاء ده هيكون ختم، يعني مسك الختام في سلسلة الندوات عودة إلى أقدم ثورة في تاريخ البشرية هيحدثنا عنها الأستاذ الدكتور عبد الحميد عزم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك معالي الدكتور باسم، وأنا في الحقيقة سعيد جدا بوجود حضرتك وبشكرك على جهدك الكبير الذي بذل من أجل وضعي في هذه القائمة ضمن زملاتي الأعزاء الأفاضل. طبعا أنا بشكرك كثير، أنا كان في ظروف صحية وده أجلني للنهاية، فأنا بشكرك وبشكر كل الإخوة الأفاضل اللي أتكلمهم يعني باستفاضة دي في البداية، وبشكر كل الحضور دكتور أشرف راغب من الآثار الغارقة، وأنا شايف الدكتورة عبير زميلتنا المحترمة وأخ شريف حبيبي، بشكر كل الأفاضل الموجودين وكل عام وحضراتكم بخير، وآسف إن كنت أنا اللي أعقت يعني إن أنا ألقي في وقت اللي كان المفروض محدد لي تقريبا شهر مضى. شكرا خليك دكتور. على سلامة حضرتك يا دكتور، أهم شيء. الله يسلم حضرتك، ربنا يحفظك ويديك الصحة، وربنا سبحانه وتعالى يبعد عننا كلنا الوباء والبلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي البداية أنا عايز أقول إن ليه اخترت كلمة ملاحظات نوتس، ليه نوتس؟ ليه ما دخلتش في غص وما غصتش ليه في النصوص؟ برديت لايدن 344، لما بقول لايدن بفتكر أستاذي المرحوم الدكتور عبد الحليم نور الدين. ليه البرديه دي انا ما غصيتش فيها كليه؟ دي فيها مشاكل كتيره جدا، ونشرت طبعا جاردنر نشرها، دكتوره زميلتنا في السعوديه دكتوره رشا فاروق نشرتها وعملت دراسه ايامها ماجستير عنها، ففي شغل كتير عنها. وانا اعتقد بفكري البسيط ان ما زال فيها المزيد والمزيد من الفقرات التي يمكن اعاده دراستها لتعبر عن مثلا لون الجلد، لما بيجي مثلا يقول او مسحر عدو الوجه اصفر او شاحب، ممكن نتكلم عن ده، ممكن نتكلم عن الظروف الاجتماعيه، قفزات المجتمع زي جون ويلسون مقسم طبقه عليا ووسطى وسفلى او دنيا زي ما بنقول، وناس قفزت من طبقتها في الثوره دي، نطت وقفزت في الطبقه الوسطى، والله اعلم ايه وضع الطبقه العليا والوسطى، لان الحقيقه الملك لم يعد له هنا في هذا الوقت المقام الماضي اللي كان موجود في عصر الاولد كينجدوم او الدوله القديمه. حتى ان الحكيم ايبوير، انا مش عايز ادخل على طول، الحكيم ايبوير دخل ودعا عليه في اخر البرديه تقريبا في سطر حاجه و30، بيقول له حادب اك نهي ام ماير ماير اري، يا ريتك تدوق حبه من المر النشي في اري، هنا يوز از ثيرد بيرسون سافكس برونو، بتحل محل الضمير الشخصي الثالث مفرد وجمع. فبيقول له يا ريتك ليتك، بيدي على الملك وما كانش يقدر يحسن، ان الملك كان بيقول أأمنتم له قبل ان اذن لكم، ما خدتوش مني الاذن، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا كان اله من دون الله والعياذ بالله. فالنهارده الحكيم اي بوير او اي بو العجوز ده بيدي عليه وبيقول له ليتك ح دبك، يا ريتك انت تدوق شويه من البؤس اللي الناس ضايقاه، يا ترى ايه الجرأه دي؟ يا ترى الوضع السياسي انا سمح له بده؟ دي فقره مهمه جدا ينبغي الوقوف عندها. انا طبعا قفزت كده، لكن انا عايز اقول ما يطلق على الملاحظات على برديه اللي هي لايدن، اللي هي المفروض نرجع بالاسم العام للاخوه الافاضل الثوره الاجتماعيه الاولى، ما هي الاسماء؟
التي أطلقت عليه هي ثورة بجد ثورة ولا أمر آخر؟ الثورة الاجتماعية الأولى حسب ما طبعا كلنا مقتنعين بهذا الاسم، يعني أطلق عليه عدة أسماء، هي ثورة اجتماعية أولى، وده تسمية علماء الاجتماع. علماء الاجتماع أطلقوا عليها ثورة اجتماعية أولى، بتحدثوا عن المجتمع وإيه الانتفاضة اللي حصلت في المجتمع وانقلاب الموازين داخل المجتمع، هذه مسميات علم الاجتماع. أما الاسم الشرطي أو وزارة الداخلية فهم طبعا سموها وأطلقوا عليها إيه؟ عصر الفوضى الاجتماعية الأولى، لأن حصل فوضى في المجتمع، ودينا مجربين من كام سنة فات، مش من بعيد يعني. علماء الفن والفنانين والنحاتين وغيرهم من النقاشين وغيرهم من بتوع الجيولري والمجوهرات والحلية قال لك ده عصر اضمحلال، فارس انترميديت بيريود، العصر الاضمحلال. او الاضمحلال في ايه؟ اضمحلال في الفن. اذا انا عندي تسميه فنيه، عندي تسميه اللي هي الشرطيه، عندي تسميه اجتماعيه، عندي تسميه بقى تاريخيه. التسميه التاريخيه هي عصر الانتقال الاول، انتقال بين مين ومين؟ بين الدوله القديمه وبين عصر الدوله الوسطى، فده انتقال بين دولتين عظيمتين الى حد كبير. فدي من ناحيه الاسماء التي اطلقت على هذا الجزء او هذه الحقبه التاريخيه اللي امتدت حضرتك يا دكتور باسم 150 سنه، يعني قرن و50 كمان عليه، مش شويه. اثرت على البلاد، اثرت على الناس، حتى ان في نهايه الثوره دي اصبح فكر الناس ايه؟ اللي هم المفكرين يرموا الجميع ببصره لمين؟ للحاكم الصالح. الجميع، اسف، الجميع اصبح يرنو ببصره للحاكم الصالح، الحاكم المثالي. واين هو الحاكم المثالي؟ يا ترى موجود فين؟ هنشوف حكام مثاليين في الدوله الوسطى وفي الدوله الحديثه. طيب ادي واحده. كمان ايه اللي حصل؟ حصل شيء من الانفراديه اثرت على البلاد، حتى ان حكام الاقاليم الحاتيوعا اللي هم الكبار اللي هم الصدور العظمى او حاتعا او الصدر الاعظم اللي احنا بنسميه المايور او العمده، الناس دي كلها يعني انشقت بمناطق وكان لها نفوذ في اماكنها، وده نتج كتير جدا عن ما شفناه من المرار في عصر الاضمحلال الاول اللي امتد من نهايه الدوله القديمه وربما قبل نهايتها، قبل الحد الاخير منها، وحتى الدوله الوسطى. يعني احنا عندنا العصر الاهناسي، اقصد بالصراع القائم بين مدينتي اهناسيا او حتن النسون اللي موجوده فوق في بني سويف وبين طيبه او طائبه اللي موجوده عندنا في الجنوب. صراع بين بيتين، والبيتين لهم شوكه كبيره، وما نقدرش نشك في قوه حد او نفضل، انا عارف جبابره وقوه وجبروت طيبه، ولكن ده لا يقلل من شأن الجالسين في مصر الوسطى نظرا لتحكمهم في شمال البلاد طولها وعرضها شرقها وغربها. فدي نقطه مهمه جدا، فهي كل ده ما حبيت اقوله في المقدمه الخاصه النوتس على النصائح الحكيم ايب العجوز او ايب وير ايب وير. طيب في نقطه كمان ان انا عايز اقول، هل هي نصائح؟ هل هي تحذيرات؟ هل هي تنبؤات؟ ام ماذا؟ في الحقيقه هي مزيج من كل ده، هي فيها تحذيرات بيحذر من امور وفيها تنبؤات، حتى ان النص ده انا فاكره بيقول لك سيرت تبيو كما تنبأ الاجل، سيرت ان ماضي اهو، سيرت ان تبيو كما كل اللي بيحصل في مصر ده، سيرة انت بيوع كما تنبأ رؤوسنا، كما تنبأ السلف. يعني دي نقطة كبيرة، إذا ما يحدث في مصر تنبأ به أجدادنا، تنبأ به الحكماء القدامى في الفترة الماضية. لو حبيت حضرتك بقى نغوص جوه البردية، فهيبقى الأمور اللي جاية هتتكلم عن مدة معينة. يا ترى نقدر ننسب البردية وأحداث للفيرست ولا السكند انترميديت بيريود؟ يعني يا ترى دي خاصة بالمرحلة النفسية والاجتماعية الخاصة بعصر الانتقال الأول اللي هو بعد سقوط الدولة القديمة وانهيارها، عايز أقول انهيار دي حقيقة، ملك صغير والبلد سقطت، اقتصاد ترنح وغيره وغيره، ولا خاصة بالفترة بتاعت عصر الانتقال أو الاضمحلال الثاني اللي هي من 13 وحضرتك طالع بعد الحكاية وفاتوت ما دخلوا مصر إلى آخره. فجي سيطر وتقدم لنا دليلين او ثلاثه، انا بعتقد ان هم ثلاثه، واستاذي المرحوم احمد عبد الحميد يوسف اللي درسني شخصيا هذه البرديه في بدايه الثمانينات في جامعه اسكندريه. بيقول حضرتك نمره واحد ان انا عندي نصين في ملاحظات، هنا احنا بنتكلم في ملاحظات، والملاحظات بنحط ايدينا على الجروح الخاصه بالنفوس. الحاله الاولى هي
بيقول لك حضرتك ان ابو قطرة شمعية فيني، ده بالنص على فكره، انا بقوله ده بالنص بس مش عايز انطق الهيروغليفي عشان ما اضايقش كل الاخوه الحضور، ربما يوجد حد مؤرخ وليس له اهتمام باللغه المصريه القديمه، فانا بتكلم كلام عام اهو. قطرة شمعية طبعا فيني ابو امتنعت ان قايت قايت لم بقيت، ما بقوش يدفعوا ضرائب، امتنعوا، ده اللي حصل في نهايه الدوله القديمه. ادي حاله، اذا من الاولى ان احنا ننسبها للفترة الملاصقة تماما للدولة القديمة. تعالوا ناخد سبب تاني، بيقول إيه ومس تو بارتكلز هير، عندي أداتين، أداة غير مسندة وأداة مسندة. إيه ومس حقا كدمرو بنات الأهرام خبرو بيصبحون إم أوحاتيو، أم أوحاتيو، أوحاتيو اللي هم الوحيين لكن فلاحين، المفروض كلمة سخت بتيجي بمعنى سخت بمعنى مرج أو مكان أو فلاح، واستختي معناها فلاح، لكن هو بيقول لك حقا بنات الأهرام أو الأهرامات يصبحون كالفلاحين. هذا هو السبب الثاني لنسبتها مباشرة بالدولة القديمة. هيجي عقل بيفكر دلوقتي ويقول لي إيه، طب ما إحنا كان عندنا أهرامات بتتبنى في الدولة الوسطى، أه بس ما كانش فيها الحرفية وما كانش فيها التجميل وما كانش فيها التبطين بالجرانيت وغيره كما حدث في الدولة القديمة، جرانيت ونحت وحجرات منحوتة وإعداد على أعلى مستوى، وليست كل معظمها مات بريك ودخول فيها قليل. إذا عندي حالتين، رجاء الكل يغلق المايك، بنات رجاء يعني جالاكسي ايه 72 رجاء اغلق المايك. دكتور اول ما حضرتك تحتاج شريحة تانية يا ريت حضرتك تبلغني. طيب حضرتك، انا بس هتكلم في الجزئيه دي، ان اذا عندي ملاحظات، عندي امتناع مناطق في اقاليم مصر عن اداء الضرائب والخضوع السياسي او الاقتصادي للعاصمه في الشمال، ادي واحد. عندي تحول من بنات الاهرام الى كذا، ادي اثنين. عندي حدث ثالث موجود في نفس البرديه، ويا ريت نبص فيها بعد ما نخلص الكلام البسيط ده، هنلاقي حاجه خطيره جدا. بيقول لك ايه ان هو المرء لم يعد يبحر الى كبن، كبن دي اللي هي جوبيل دي هي بيبلو، طبعا دي على الساحل الفينيقي الطويل، لم يعد الانسان يقدر انه يبحر جوبيل. جوبيل يعني جوبيل اللي احنا بنجيب منها خشب الارض، ماذا نحن فاعلين لمومياواتنا؟ هذا ما قاله ايف وير، هنعمل ايه في مومياوات الملوك؟ اذا كان الانسان العادي هيدفن في التراب، هيدفن في اي تابوت بسيط في جلد، سيلف باي شيء بسيط، لأن ماذا نحن فاعلون بالنص على فكرة، بس أنا مش عايز أضايق عشان كده اخترت المقطعين النفوذ وليس كل النفوذ. لكن تسميت إن أنا أجيب بس مثلا على المايك عندي شويه لو طيب ممكن تشتغل حضرتك، على أنا مع حضرتك أهو، المايك بتاعي على الآخر صدقني، لكن ربما يكون في حاجة من الإخوة اللي هم، المايك اليدوي. أنا هقرب ايوه كده هقرب ممتاز شوية كده ممتاز تفضل تمام، دكتور. وأنا آسف خالص دكتور باسل إن كانت العيب من عندي التقني، يعني أنا مش اي آسف، أنا حاجه عارف أنت تفضل يا دكتور. بتهتم بالأمور الجميلة دي وطول عمرك إنسان وحساس ورافق، فأنا عايز أقول إن كان الأمر هو في الحالة الثالثة طبعًا، إيه ماذا نحن فاعلين من أجل خشب الأرز؟ خشب الأرز اللي بيعدي بيه الصناديق، التوابيت، الكوفن اللي موجودة في مصر، وكان في الفترة دي فعلًا الدفن يغلب عليه ليست حجري وإنما كان من الخشب زي ما شفنا بالأدلة الأثرية المتاحة لنا في مختلف المتاحف المصرية. فإذا ماذا نحن فاعلين من أجل خشب الأرض؟ خشب الأرض شيء مهم جدا بالنسبة لنا، مش بس توابيت، ده كمان بوابات معابد إلى آخره إلى آخره. فالراجل بيقول لك لم يعد المرء يمكنه أن يبحر إلى كبن، كبن اللي هي جوبيل، جوبيل اللي هي بيبلوس على الساحل الشمالي، وطبعا بيبلوس لأنها كانت المنفذ الاستراتيجي المصري لتصدير ورق البردي او البردي او البردي، وهي مثلثه الباء، بردي وبردي وبردي. على اي حال الكلام ده كله كلام بسيط، احنا كده هنبدا، لو حضرتك تحب تبدا في الشريحه عندك رقم واحد ممكن نبدا فيه، اقصد في الباور بوينتس دكتور باس. الباوربوينت باين على معايا الشاشه يا دكتور؟ نعم يا دكتور؟ الباوربوينت باين على الشاشه عند حضرتك؟ لا أنا مش شايفه، بس على أي حال اه لا أنا هيبقى هتكلم. ثانيه واحده بعد اذن حضرتك لو كده يبقى في مشكله. اوكي اتفضل كده. كده باين عندي، حضرتك باين منظر صيد أسماك، طعن الأسماك بالحربة من مقبرة عنختي في بالمعلى،
طبعا من عصر دمحلال الاول. انا جبت المنظر ده وحيد ليه؟ عندنا كتير جدا من الفنون من عصر دمحلال الاول، ادمحلال في الفن، جبته بس عشان اتكلم عن كلمه ادمحلال. لو حضرتك لاحظت يا دكتور باسم هنا هتلاقي ان في ظاهره عندنا اسمها جبل الماء، اللي اشار ليها فان ديف مانويل داركولوجي ايجيبسيان في توم 4. مش موجود جبل الماء. ايوه حضرتك زي ما بتشاور كده، مفيش جبل ماء، السمك طالع لوحده. ودي ظاهره طبعا الفن هنا فقد كتير جدا من السمات او من الكاركتر اللي كان موجود في الاولد كينج دام. ده احنا عندنا عشرات المقابر بل مئات في جيزه، في سقاره، في دهشور، في الليشت، في ميدوم، مفيش جبل ماء. ادي نمره واحد. نمره اتنين، لاحظ حضرتك بين الصياد عن ختفي وبين السمك المتجمع فيما كان يسمى بجبل الماء هتلاقي السمك طاير. ما ينفعش السمك يتمثل فوق في الهواء كده. كمان العناصر الفنية حضرتك لو لاحظت فيها هتلاقي خطوط يمين وخطوط شمال ونص يمين ونص شمال. أنا لا أدعي إن أنا بتهم الفن هنا بالاضمحلال، لأن في الحقيقة وجدت مناظر أحيانا جميلة جدا في عصر الانتقال. يعني شوف أنا لازم أقول اللي ليا واللي عليا، لأن أنا ما أقدرش أخدم على فكرتي بإن أنا أهدم وأروج فكرة غربية موجودة ان اضمحلال كامل في الفن. لا، اضمحلال الى حد كبير، لكن عندي رقع او قطع او شرايح في الريليف، باريليف والسانك ريليف وغيره من ناحيه رقيقه وجميله، لكن الى حد ما هنلاقي الايدين استطالت، الرقبه مشوهه الى اخره. هننتقل للادله اللي انا كنت بتكلم عنها عن نسبه، وهنثبت بس نص ثانيه كده دليل واحد. ده الأدلة اللي بتقول إن الأحداث دي كلها بتنتمي لعصر الاضمحلال الأول اللي هو بعد الدولة القديمة وليست عصر الانتقال الثاني. إيه ومس طبعا زي ما حضرتك شايف كده في دوميرو خبرو إم وحاتيو، حقا بناة الأهرام يصبحون كالفلاحين. يا كارثة، كارثة في حق المصري القديم إن يجيب واحد فنان ومهندس ومعماري كبير ويمسك الأرض، لأن أنا آسف والعياذ بالله كانت مهنة الفلاح مهنة في الطبقة الدنيا، وكان طول عمره وكان ولا يزال بكل أسف نظرة المجتمع ظالمة لهذه الشخصية اللي خادم حياتنا وسندنا وبيأكلنا وبيروي وإلى آخره. ودي بنشوفها في دعاء الشرق لعبد الوهاب، إن فعلا طول عمره مظلوم الفلاح ده. الفقرة الثانية بيقول إن مس خد تو إركبن مين، يعني إيه؟ حقا لا يبحر المرء او لا يمكن للمرء ان يبحر اركبن، اللي هي العلامه المتدلي على يمينها السنه دي، كبن اللي هي جوبيل اللي هي بيبلوس مين توداي، ما يقدرش النهارده يبحر للشمال لكبن بالظبط زي ما حضرتك ما بتتحسس العلامات. في بعد كده دليل ثالث. ايوه حضرتك هنا برضه بيقول اومس ابو وتيني وقتلت شمعيت وان باك لا يؤدون الضرائب حعيط. الان اللي موجوده هنا بسبب الفتنه حعيط، ان باك ان لم يؤدون الضرائب في الان النافيه هي ماضي حعيط بسبب الفتنه او بسبب الاضطراب. ياه، يعني عندي تمرد حصل في بعض المناطق والاقاليم اللي موجوده في صعيد مصر، ودي نقطه مهمه. وانا كنت بسال نفسي وانا في بني حسن والمناطق بتاعت المنيا في ابو قرقاس في اقليم ال 16، بقول ليه حكام اقاليم، ليه الجبروت ده؟ لكن في اسباب موجوده ومتمهد ليها اذا قبل كده. اتفضل حضرتك. حضرتك بتقول اهو اسوان وسوهاج وبقيه الصعيد هو حضرتك هو بيتكلم عن ابو فعلا وتيني اللي هي فيني، اقصد تينا اللي هي ابيدوس في سوهاج وبقيه الصعيد، يعني قصير السعيد تمام وكمل بقية الدم. اوكي بالظبط حضرتك، لا يؤدون الضرائب بسبب الفتنه، بسبب الضجه، بسبب الاضطراب اللي حصل في البلد. الخطوره بقى، انا ليه سميت الفقره دي بالعاميه كده، وانا مع احترامي لللفظ اللي لا ينبغي ان يقال في مكان علمي، لكن حاميها حراميها اريو عاو الاري نسبه فروم اير بريبوزيشن اريو العاو اللي على البواب اللي على الابواب اللي هم البوابين الحراس. حر شم هو المفروض حر دي بعدها في جد، لان حرف جر ومصدر. يقولون ايه شم ان، يلا بينا نذهب حق ان ونذهب الان الاخيره دي ديتيف اللي هو المفعول لاجل، يلا بينا نسرق لنا سير. ده مين اللي بيقول؟ ده القائد، ده الحارس اللي واقف على الباب. ودي الخطوره اللي حصلت في الثوره الاجتماعيه الاولى. ريوع اقول بوابين بيقولوا ايه، يلا بينا نسرق لنا، ده المفروض ان انت حارس يا راجل، المفروض ان انت حامي، تقوم تسرق. بيقولوا ده اللي قالوه، عشان كده فضلت ان انا اعنون هنا بحاميها حراميها. ممكن حضرتك تفضل تكمل.
طبعا الناس كلها في الثورات بترفض وتنشط فكره السرقات، والسلبيات بتطلع بتاعت المجتمع، والصديد اللي جوه نفوس الناس بيطلع. حتى ان الراجل الغسال اللي كان راجل بيغسل في النيل، وقد يلتهم قدمه تمساح او الى اخره. انتوا عارفين مهنه من المهن برضو المحقره، زي صانع السهام، وزي لمؤاخذه الفلاح وغيره. انجد هنا ريختيو، انجد لا يقول، يقصد لا يقبل، but accepted، لا يقبل اللي هو مين؟ غسال الملابس، فات اتيبو اف، ان يقوم بمهامه، ان يقوم يحمل حموله، يعني مش عايز يغسل، رفض خلاص. وده اللي شفناه بعد الثوره، وما تمخض عنده بعض السلبيات الموجوده حاليا في المجتمع بتاعنا. ان الناس قالت لك لا، ما انا شغال اعمل ايه؟ ده في ناس بتقبض بالمليون، في ناس بتقبض 9 مليون، انا مش هشتغل، انا مريح. وده العوامل النفسيه اللي احنا لسه، انا اعتقد على حسب مخي البسيط، ان بعد كل ثوره، وحضرتك احنا كنا في عصر الثورات اللي هو الشهر الماضي بما يعني لي جيلنا احنا. ثوره يعني ايه ثوره؟ ثوره يعني ايجابيات، يعني نهضه لبلدنا، بلدنا. هنلاقي طبعا في سلبيات في المجتمع ده، ما فيش شك في كده، في واحد رافض، في واحد قابل، في واحد شايف الجانب الحلو في دكتور باسم، في واحد تاني يقول لك لا، ده انا مش عاجبني الشخصيه دي، رغم كل ما تبذله من جهد، وكل ما تبذله من محبه للناس، الى ان انت مربوط عند بعض الناس. ربنا سبحانه وتعالى، دي طبيعه البشر، خاصه بعد الثوره، فلقينا ان بعض الناس رافضه، ده رافضه تشتغل، رافضه تعمل حاجه. وده اللي حاصل في المجتمع حاليا دلوقتي. وعلينا، انا اسف ان انا بقول نقارن، عشان في عقول دلوقتي بتفكر يقول لك لا، لو سمحت ما تقارنش كام الف سنه باللي احنا فيه. لا حضرتك، الى حد كبير جدا يمكننا المقارنه، لان بعض الناس بتمتنع، يقول لك انا مش هشتغل، اشتغل على ايه؟ هكسب كام؟ هحقق كام من الماديات؟ غيري ما بيعملش حاجه وهو كسبان وربحان. فدي المآخذ اللي بتقابل المجتمع. لا يقبل الغسال حموله، فات اتيبو اف، يعني مش عايز يغسل، خلاص الراجل امتنع، مش عايز يشتغل، هتعمل له ايه؟ ده اللي بعده. نقطة مهمة جدا في اعتقادي البسيط، ما قاله أستاذنا المرحوم الدكتور رمضان عبده والدكتور عبد الحميد زايد، والاثنين أساتذة الله يرحمه، واحد في المنيا، واحد في جامعة القاهرة، ودرسني في اسكندرية في 87، الدكتور عبد الحميد أحمد زايد، أستاذنا الكبير في عالم الفكر، كان بيقول عن إيديحو، إيديحو غيري إيكومو، يعني إيه إيديحو؟ يقصد بيها الدلتا، يقصد بيها مستنقعات، زون فازر دو دلتا، يقصد بيها المستنقعات، غير إيكمو، يا تحت الدروع، الدلتا تحت الدروع. هم المفروض يكونوا تحت ايه؟ الناس ماشيه ايه؟ ماشيه كل واحد ماشي بادواته، لكن هنا تحت الدروع إيكمو، يعني درع، يعني ترس. وده يبقى يفهمك ان الثوره جايه من هناك. اذا راي الدكتور رمضان والدكتور احمد الدكتور عبد الحميد زايد، ان في تسللات بشريه من الناحيه الشماليه الشرقيه اسهمت الى حد كبير على حسب ما دراستنا في تأجيج الثورة في المجتمع، وهي هذه هي العادة. مصر دائما محطوطة بين فكي، يعني جانبي الراحة زي ما بنقول. في الشمال الشرقي عندنا واحد منتظرنا، في الجنوب في ناس مستنيانا، في الشمال الغربي في إخوة راحوا محطم وقعدوا هناك. تفضل حضرتك، اللي بعدهم تحت الدروع. بعد كده العوامل النفسية للمجتمع، حتى إن مقاسة يرى الابن، يرى الرجل أو المرء صائف، إم خروي أف، يرى الرجل أو يرى المرء بالبلدي كده ابنه كعدو. ما هو إيه اللي هيحصل في الثورة؟ يوم يفر المرء من أبيه وأمه وبنيه إلى آخره، يعني كل ثورة، ثورة كل واحد ما بيبصش لغيره، بيبص لنفسه، يريد أن ينجو بنفسه. اللي بعده حضرتك، مي حرخبش، وطبعا دي الكلمه اللي بيقولها المجتمع حاليا، عايز تلقى بالديزل عربيه اولى في الام داخل، يا عم انت ثانيه، يقول لك يلا خش خش، انت خايف، انت محروق، مي حرخبش، تعال خش بالدراع، خبش يعني ذراع قوي، يعني خبش معناها خش، مي فلتاتي حر خبش، فلتاتي حر خبش، تعال بالدراع القوي، خش بالدراع، خش بالقوه. ودي نقطه في منتهى الاهميه من ملاحظاتي على البردية. تفضل حضرتك. وبعدين بقى الخطورة، إن إحنا بنسمع رجالات الدين اللي كانوا حاضرين الثورة في الفترة دي في مصر، بعد ما الإخوة الأفاضل عملوا اللي عملوه، المشاكل حصلت، اتقال كلمة من رجالات الدين، اتقال إيه؟ قال لك شات إن، شات إن تن إمريك حور إم هاو بيسجت، يعني إيه؟ هذا قدرنا، شات محتو، شات يعني مشيئة،
يعني مشيئة الرب. شات ان تن محتوم علينا، امرك حر في زمن حورس، يقصد من الزمن الاول، ما حورس ده حسب تسوع عين شمس او اورقون او هيريوبوليس بدايه خليقه، من زمن حور امها وبسجد ومنذ زمن التاسوع. يعني ده ربنا مقدره عليك يا مصر، زي ما حصل في الهيصه اللي حصلت، واحنا عارفين الفساد كان فين والحرق والتكسير والاعتداء على اماكن العباده، ومع ذلك قلنا قدرنا، هذا قدرنا، هو قدرنا. لكن هناك اسباب في الحياه الدنيا، فالفاسد فاسد والصالح صالح والانسان التقي تقي. اللي بعده حضرتك، هنا نقطه مهمه جدا وبتحصل في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. شم نبكدو، نبكدو اللي هو رب سيد الصفات، الراجل اللي عنده الفضيله، عنده اخلاق. شم نبكدو سجمف، طبعا فعل وفاعل، ام ارتيو الرب الفضيله، الانسان الكويس. شم يمشي في ايه؟ ام ارتيو، في حزن او في حداد، مع بالبلدي كده حرف جر مركب، مع خبروت امطاء، مع اللي بيحصل في الارض. الارض هنا ما بين قوسين يقصد بيها مصر. يمشي رب الفضيله، يمشي الانسان الكويس، الانسان الطيب، دايما في حزن. احنا كلنا حسينا بالحزن لما بلدنا كانت رايحه مننا والناس بتستبت، انا اسف، في الشوارع. وسامحوني ان كنت اتحدث العاميه، لان هذه البرديه مجال خصب جدا للدراسه، وما حدش يقول ان جاردر نشرها وفلان درسها. هناك فقرات جديره بالدراسه، لو غربناها لحنطلع عشرات الموضوعات للناس اللي بتدور على موضوعات وبتعيد. يقول لك اللبن في مصر القديمة، ما بين يجي واحد يقول لك الحليب في مصر القديمة، لا، عندنا موضوعات كتيرة جدا. البردية دي ممكن أطلع منها 6 7 موضوعات للتسجيل ماجستير أو دكتوراه. اتفضل حضرتك. هنا بقى بيتكلم بيقول لك الأجانب، وده بقى الرأي اللي أنا بقول، إذا حوت في الدلتا يعني ماشيين بالدروع. خاستيو خبرو إم رمس إم ستنب، خاستيو اللي هم يقصد بيهم الغرباء الاجانب، يعني خبروا يذبحون ام رمف، رمف اللي هم المصريين، ام سيتنب في كل مكان، يذبح الاجانب زي المصريين في كل مكان. يعني اللبن والنشا لونهم ابيض. يعني احنا دلوقتي ماشيين في الشوارع في مصر في بعد انتهاء الدوله القديمه، مش عارفين الابيض من الاسود، لان احنا شايفين اغراب غرباء كتير جدا، وده اللي شاهدناه في بلاد الرافدين في العراق ايام ما حدث في بدايه التسعينات، ان احنا لقينا مش عارفين الاحمر من الابيض، مش عارفين العربي من الاجنبي او من الامريكي. طيب بعد كده بنلاقي او مسحر عدو، حقا الوجه شاحب. الوجه عمره ما يصفر، عمره ما يبقى شاحب، عمره ما يتخطف اللون كده الا اذا كان عندنا مشكله مجتمعيه، ودي الحقيقه اللي حصلت. فده طبعا جدير في ان احنا بناخده في تحت بند دراسه تغير لون الجلد الى اخره، وطبعا هنا تاثير من الخوف وفي تاثير من الحزن الى اخره. اتفضل حضرتك. هنا بقى طبعا الحكيم ايبور بيقول ايه؟ اللي حصل ده كله ستيت ان، هنا ماضي، تبيوعة اللي هم كما تنبأ مين؟ السلف اللي هم الاجداد. يعني اذا زي ما انا قلت من شويه على حسب ذاكرتنا، شات ان هذا قدرنا. مين اللي كان متنبأ؟ الحكماء دايما يتنبؤوا، يقول لك انا حاسس ان المكان ده هيصبح كويس جدا بعد الانشاءات والتطويرات والنهوض بالمجتمع في مصر، بلدنا هتبقى عظيمه، ودي حقيقه. طب في واحد تاني هيقول لك لا، خلي بالك، انا شايف من بعيد كده حاجه هتحصل. دول الحكماء والاجداد بيقول لك سيرت ان تبيوعا كما تنبأ الاجداد. دي من الملاحظات المهمه جدا على فكره. هنا يعني من الحاجات الخطيره في البرديه دي كتير جدا، واحنا بنختم الحوار ده طبعا بيقول لك نبت بروح طا، يعني سيدات الدار او النبيلات على الارض، يعني خلاص تحولوا، والاغنياء اصبحوا فقراء، وبعدين اللي ما كانش لينا علين اصبح رب الثروات. ده حصل ليه؟ لان اتسرق، الغني اتسرق فبقى فقير، والفقير سرق فبقى غني، تحول في المجتمع. انا ما اعرفش في نفس شويه بقى دكتور باسم ولا اتفضل 10 دقايق يا دكتور، معانا 10 دقايق للمحاضره حضرتك. طيب تمام حضرتك. تا غير سيمايو، سيما يونت، زي مثلا فكره سيما تاوي اتحاد الارضين، بقول تا غير سيمايو يعني الارض تحت العصابات، تحت التجمعات، كل شله. وده اللي حصل حضرتك، مش عايز كل شويه عشان حضرتك، لا انصح حاليا بان انا ابعد عن الحديث فيما هو يمس، لكن حياتنا كلها مرتبطه ببعضها، الماضي والحاضر، مصر بين الماضي والحاضر. طاغر سيمايو، الارض تحت الاتحادات، تحت العصابات. حتى ان بقى من الخطوره هنا شا شم سا،
يمشي المرء، اي يسير المرء، فعل وفعل سجم اف ارس قا اف لحرفه، والمحراز حتى مرسوم حتى حضرتك في النص اهو، ام اي بقى ام اي كمو اف، ياه بدل ما يروح غيطه عشان يحرس الارض ومعاه ايه؟ معاه الفاس، معاه الغلق الى اخره، لكن هو ماشي ومعاه ايه؟ الترس بتاعه، لانه خايف ان حد يغتاله في الطريق او حد يكون لابد له في الدره بالبلدي كده. فبيقول لك شم سا يمشي المرء ارس قا اف الى حرثه ام اي كمو اف بذرعه، ودي في منتهى الخطوره الفقره دي. يعني من الحاجات اللي خوفتنا كلنا ان البلد كانت ماشيه ازاي. بيقول لك يسير ثلاثه ويصبحون اثنين، من ضمن اقوال الحكيم، النبيلات على الارض والفقراء طبعا دول بقى ماتوا خالص. من ضمن الفقرات اللي انا هتذكرها هقولها بالعربيه وليست بدليل نصي مكتوب قدام حضراتكم، هي بيقول لك ان النيل حعبي حرحوي، النيل بيفيض ولا يزرع له. ليه بقى النيل بيفيد والناس ما بتزرعش؟ الارض ارض ومصر هي مصر والناس ما بتزرعش، نظرا للتحول الناس ما بقتش تهتم بالزراعه. ومن ضمن الفقرات اللي بتمس النيل وكان المفروض هنقولها من شهر مع النيل، واما حضرتك كنت عامل محاضره عن النيل واعتباراتنا للنيل يا دكتور باسم، دي فقرتين تجاهلتهم. ليه؟ لان مش عايز اخش العلم الايجيبتولوجي، علم كبير والبرديه دي برديه كبيره جدا. فبيقول لك ان النيل كالدم، النيل كالدم، او حابي ام سنف، يا نهار ابيض النيل كالدم. النيل احمر ليه؟ من كثره القاء الجثث بداخله. يعني دي حته في منتهى الخطوره. الخطوره في مصر ان حصل ايه؟ الداخليه طبعا شايله الهم طول عمرها في كل الثورات وحتى لتهدئه الامور. فهنا بيقول بيجيتي جيريجو اللي فاتت حضرتك، بيجيتي جيريجو وعجايو ام ست نبت، يعني القواس يقصد مين بالقواس؟ اللي هو البوجا، بيجيتي اللي هو البوجا اللي هم البشريه اللي هم العبابده اللي موجودين في الصحراء الشرقيه اللي هم الهجان، يقصد الشرطه. بيجيتي جيريجو، جيريجو يعني مستعد، اخذ وضع استعداد، لان ما يقدرش يسترخي في الحراسه والا هينقض على البلد طولها وعرضها المجرمين دول في الثوره الاجتماعيه الاولى. فبيجيتي جيريجو القواس هنا مستعد، يقصد بالقواس هنا الشرطي وليس اي شيء اخر. وعجايو ام ستنب والمجرمون في كل مكان، دي خطيره جدا. اللي قبلها كانت ايه يا دكتور باسم حضرتك؟ اللي قبل الفقره بتاعت بيجيتي جيريجو دي، لا دي احنا قلناها دي حضرتك، اتفضل. او مس حاكو ام ست نبت، بيقول لك اللصوص النور دولت في كل مكان، ده معناها ان البلد الجبهه الداخليه مدمره محطمه. طبعا بعد ما حدث من عظمه وابهه في الدوله القديمه في جانب العماره وفي جانب النحت، في جانب نحت تماثيل طبعا في النقوش، الحاجات الجميله الرقيقه اللي شفناها في قجمني او جمني كافي قدام هرم تي في سقاره، او شفناها في مقبره ميريروكا او ميريري زي ما اطلق عليه في اسم الدلع، كل الحاجات الجميله الرقيقه اللي شفناها دي ماتت سقطت، واحنا النهارده بقينا في دنيا تانية، بقينا في دوامه. ولعل انا اسف لزج بكلمات خارجيه ما حدث حاليا من الاغاني الهابطه اللي نزلت، ما حاجاتش الا بعد ما حدث الميغا اللي فاتت، الميغا اللي فاتت تمخض عنها اللي احنا شايفينه، الالفاظ السيئه والمطربين الفاشلين والكلمات المؤاخذه الرخيمه دي. طب هنا بيتكلم عن سباقوت خباقوت، الاقاليم تدمر تحطم، كل الاقاليم في مصر اصبحت محطمه مدمره، ما فيش مكان هادئ. وما بالك بقى بالعاصمتين السياسيتين اللي كانوا قايدين الصراع في العصر اهناسي 9 و10 اللي هي اهناسيا والمدينه. حتى ان من ضمن الحاجات اللي قالها ايبوير بيقول لك شيبسوت خطه النبيلات على الارض، طبعا بقوا على الارض ما بقوش في مقام كريم، لان هم خلاص الثوره جت نزعت الناس دي، وده حدث سرقات مالت البلاد طولها وعرضها. فالنبيلات طبعا على الارض هيكونوا فين؟ اللي كانوا بينامن على فرشن اصبحنا ينامن على رمف، بلغه ايبوير معناها بينامن على ايه؟ فرشه محشيه من ايه؟ انا محشاه بالقش. نبت برو ستات البيوت اللي هم نبت برو الليديز بقى حرجت، بيقولوا ايه؟ حرف جر ومصدر، يبقى عندي مبتدا وجر ومصدر خبر للنبت بير، بيقول ايه؟ سيدات البيوت، ستات البيوت اللي هم الليدز العظماء، الناس الكريمات الفضليات، جد بيقولوا ايه بقى؟ حا ان ان ليت لنا، يا ريت عندنا. كمل حضرتك اللي بعدها، حضرتك الفقره اللي بعدها اتفضل الفقره. ايوه حا ان ان بيقولوا ايه؟
بيقولوا ليت لنا، يا ريت عندنا ونم تي ان ان، يا ريت عندنا اللي ناكله. ما حتى الاكل ما بقول طعام، الطعام نفذ، ما بقاش عندهم طعام. الليديز ما بقاش عندهم طعام، سيدات الكسور والفضلات ما بقاش عندهم طعام. ح ان ان ونم تي ان ان، يا ريت عندنا اللي ناكله بس، ما فيش اكل. ودي طبعا معناها انحطاط في الحاله الاقتصاديه في البلاد. اذا عندي على المسار السياسي في مشكله، عندي على المسار الفني في مشكله، عندي على المسار السياسي، عندي على المسار المجتمعي مشاكل في كل الاتجاهات. وهذا ما يعني ما حدث في الثوره او الاجتماعيه الاولى. حتى في نهايه هذه الفقرات الخاصه في ايب وير او ايب العجوز ده، اصبح الانسان يرنب بصره للحكيم العادل، الحاكم العادل. وهذا ما تمخض لنا في برد اليائس من الحياه او القانوت، وكمان في اللي هو قصه الفلاح الفصيح، ان الراجل بقى يبحث عن الميزان وفكره العدل في البلاد بعد ما سقطت مننا مصر. وحتى البلطجيه اصبحوا موجودين. ما انت ما تقوليش ان الثوره انتهت معناها ان احنا دلوقتي خلاص 100 100 100%، لا، عندنا مشاكل برضه الى حد ما. لكن الحمد لله رب العالمين، بفضل القياده بتاعتنا في مصر احنا يا شيخ، تجاوزنا كل ده بنسبه 95%. لكن عندنا البلطجي رينسي ابن ميرو، لينكد رينسي ابن ميرو اللي قطع الطريق على مين؟ على جحوتي، الراجل ده على الفلاح والى اخره. انا بشكر حضرتك يعني، واتمنى اكون وفقت في عرض المختصر السريع، لان هي الاحداث كبيره جدا 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 يا دكتور باسم. جزيل الشكر اتفضل. لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الحليم العزب على طرح ملاحظات على الثورة الاجتماعية الأولى، وشكل سريع كده أقدر أقول إن أستاذنا انطلق من وجود فتن محلية بتحل في الصعيد من أسوان لسوهاج لوسط الصعيد. ليس الأمر هذا فقط، ولكن أيضا هناك تحركات عسكرية في الدلتا، وربما من شرق الدلتا جاية من الحدود الشمالية الشرقية. ليس هذا فقط، ولكن هناك اختلالات أمنية، مجرمين ولصوص في كل مكان زي ما أستاذنا أوضح. في تغير في الطبقات، النبلاء انحدروا والعامة صعدوا، حتى المؤن على المستوى الاقتصادي، الأكل والطعام أصبح غير كافي، وأصبح في صراع عليه بما يجوز أن نطلق عليه ثورة جياع. وليس هذا فقط، ولكن وصل الحال أن تدمرت كل الأقاليم حسب ما النص بيقول، وأصبحت الشكوى من اختلال الضرائب بسبب الفتنة، إلى أن لم يحدث هذا منذ زمن حور والتسوع، يعني حتى بعد ديني للبردية. ده كان الطرح العام. حاليا فاضلنا دقيقة، فأنا هقفل الجلسة وارجع افتحها تاني لو حضراتكم حابين طرح أي أسئلة. أكدوا عليا عشان لو كده أغلق تحت الجلسة. أمرك. الحضور الكريم، في أي تساؤلات أو تعليقات؟ أكيد، يا ريت يا دكتور. طبعا أوكي، يبقى أنا هغلق الجلسة حالا وأرجع أفتحها عشان يبقى معانا الوقت الكافي. بعد إذن تمام حضرتك كلكم يبقى جاهز للدخول. تمام شكرا.